أن هناك خلاف في الخفاء. الآن فولو بين إيهاب ودنيا لم يمر عادي، خصوصا أن علاقتهما كانت قوية ودائما ما كانت دنيا تشيد بإيهاب والعكس. فإيهاب أمير من الشباب أو من الفنانين اللي كيعجبني الحس دياله، تعامل مزيان، تعامل أخوي. إلا أن إيهاب الذي ألغى متابعتها كذلك لم يفهم السبب حسب لقائنا معه. وأنا والله ما عندي مشكل، أنا ما كذبش عليك، بقى في الحال حيت تحيد لي الفولو. دنيا بطمة بغض النظر على مشاكلها فهي كتبقى عزيزة عليا، تعاملت أنا وياها. فهما جمعهما عمل من كلمات ألحان بعنوان ندمانة، وكانت هي السبب في بداية الجفاء وحصل سوء فهم بينهما. ومصادر خاصة البرنامج بالفن قالت أن أغنية ندمانة كانت مختلفة على التي أصدرتها دنيا التي تدخلت وإدارة أعمالها في بعض تفاصيلها خصوصا في التوزيع، وهذا ما لم يعجبه. وقال المصدر أن إيهاب لم يحضر حفل إطلاق الأغنية لعدم رضاها على النتيجة النهائية.